تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع الكومباوند السكني الترفيهي التجاري الإداري مازارين بمدينة العالمين الجديدة تمهيدا لبدء إجراءات تصميم الوحدات للحاجزين. وأقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها نماذج للوحدات الجاهزة للتسليم للوقوف على مستوى وجودة أعمال التشطيبات، موجها بأهمية التركيز على أعمال تنسيق الموقع العام ومختلف جوانب التنسيق الجمالي بهذا المشروع السكني المتكامل. واستمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن مشروع مازارين يقام على مساحة 707 أفدنة ويتمثل في إنشاء تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العالمين مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي عدد 7560 وحدة سكنية بخلاف المساحات التجارية والإدارية.